رياضة، يلا رح نكون هلأ مع فقرة رياضية، وبسعدنا نقول صباح الخير ونرحب بضيفتنا الكابتن. أهلا معكم كوتش بيان. صباح الورد، صباحكم يوم جديد مليء بالنشاط والحيوية. اليوم أنا حكون معكم حاطيكم تمارين رياضية بسيطة بتقدري تعمليها بأي مكان وبأي وقت. كثير أنا بتعرض لهذا السؤال، كوتش أنا ما معي وقت أروح على نادي رياضي، كوتش أنا ما عندي أدوات أستخدمها بالبيت، كوتش أنا ما فيني أتحرك، أو إنه أنا عم بشوف أطفالي كثير عم بتكسلوا ما عم بتحركوا. لكل طفل، لكل كبير، لكل أي شخص بيقدر يمارس هاي التمارين. يلا بحب هلأ تتجهزوا معي وتتنشطوا معي. جاهزين؟ أشوف نشاطكم، الكل واقف معي. بالبداية رح نعمل راني بليس، إحماء، تمام، نجهز جسمنا وعضلاتنا، نحمي جسمنا بنفس المكان، هرولة خفيفة بالمكان، نحرك إيدينا، ناخد نفس. يا عيني عليكم، نقدر نثبت هون دقيقة حسب ما أنتوا بتشوفوا حالكم، أنتوا كيف نفسكم. نبلش نسرع. برافو، كتير منيح، استمروا ما توقفوا. كنتوا بالشغل، كنتوا بأي مكان، تقدروا تتحركوا وتعملوا هاي التمارين. كتير مهم خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا قاعدين على مكتب طول وقتهم وما بيقدروا يمارسوا الرياضة. تقدري توقفي، تمشي بالمكان، تاخدي أكثر من ستيب، تاخدي خطوات بأكثر من جهة، وتحركي إيديك بهذا الشكل، تحركي كل جسمك وعضلاتك. أي ألم بالمفاصل أو أي ألم تواجهي تتعرضي له، هاي التمارين البسيطة الخفيفة اللي ما بتاخد معك 5 دقائق بداية يومك كتير حتفرق معكم. يا عيني عليكم، بتجاب. برجع بحكي لكم ناخد نفس. أي شخص بيتعب ما بيقدر، تقدري تاخدي ووك بنفس المكان، تنظمي نفسك. كتير منيح، برافو عليكم. رح نعمل هلا جامبينج جاكس، نفس المكان. نلاحظ انه احنا ما عم نستخدم اي اداه للاشخاص اللي عندهم الام بالركبه وما بيقدروا يعملوا جامب. فيكي تاخذي ستيب بهذا الشكل، برفع ايدي مع خطوه للجنب. اكسيلانت، كتير منيح، تمام. للأشخاص حتى اللي بيعانوا من ألم، أو فينا نحكي إنه عندهم مشاكل في منطقة البطن حتى وما بيقدروا يناموا على الأرض، وعندهم مشكلة بالنفس، تقدر تعمل هذا التمرين بسيط كتير. بنرفع إيدينا فوق مع رفع الركبة. هون أنت تتجنب إنه أنت تنام على الأرض، أو إنه أنت يعني كيف أحكي لكم، يعني إذا أنتوا عندكم مشاكل هون، تمام، وما بتقدروا تناموا بسبب الوزن او مثلا بتقلي النفس او ما بتقدروا تعملوا اي تكنيك على الارض وانتوا واقفين، يعني ولا ابسط. يس، برافو عليكم. نرجع كمان مره. جريت، تمام. هلا احنا بالبيت بنلاقي عنا كرسي، بنلاقي كنباي، تقدروا تستخدموا اي وسيله، تمام، نستخدمها بهذا الشكل، تمام. هلا احنا اغلب وقتنا بنكون قاعدين، نفس الشيء رح نستخدم الكرسي، بس رح نعمل سبيس، رح نوقف اتساع القدمين على اتساع الكتفين، الكتاف رح يضلهم عندنا ستريت، ما بحني كتافي ابدا، بلمس طرف اللي رح اقدم لكم اياه وارجيكم اياه من الجنب عشان تشوفوا كيف البوزيشن تاع الجسم رح يكون، بس بلمس طرف الكرسي وبرجع بطلع بهذا الشكل. جود، خصوصا للاشخاص اللي عندهم الم بالركبة ومشاكل، هذا التمرين كتير حيساعدكم. بيرفكت، تمام. برضو شو بقدر استخدم من هذا الكرسي او مثلا من الكنباي او اي شيء خلال السند عشان يسندني وانا اتوازن؟ بقدر امرجح رجلي بهذا الشكل، انا عم بحرك كل مفاصلي، كل عضلاتي بنفس المكان من خلال سندي للكرسي او للحيط. جريت، هلا رح انا الف ورح اورجيكم اياه من الداخل كمان كيف بقدر امرجح رجلي. جود جوب، كثير منيح، تمام. تقدري كمان تبتي ايدك هون وتعملي ماونتن كلايمبر،
نسرع الحركة. إذا صعب عليكم وتعبتوا ما توقفوا. بعمل خطوة للأمام وبرجع رجلي لورا من دون ما أنا أوقف أو أستسلم. هاي التمارين البسيطة ما بتاخد معكم باليوم 5 دقائق إلى 10 دقائق. بحب كلكم تتنشطوا وتعملوا هاي التمارين، وشكراً لكم ويعطيكم العافية. شكراً لك بيان، شكراً على هالطاقة الحلوة وهالهمة العالية اللي عندك إياها، يعطيك ألف عافية. أهلاً، شكراً لكم، يعطيكم العافية وصباحكم مليء بالنشاط. شكراً حبيبتي، شكراً.